بالنسبة للقرنية بقى دكتور جديد الجراحات القرنية في عملية ترقيع القرنية اللي هي زرع القرنيات. كان زمان بنشيل القرنية بتاعت المريض ونزرع قرنية من مريض تاني، وبنفتح العين ونشيل كل القرنية ونزرع القرنية كاملة. دلوقتي في حاجة اسمها القرنية، جراحة القرنية الطبقية، يعني الطبقة المريضة من القرنية بنشيلها ونزرع الطبقة اللي هي نقصانة من القرنية للمريض من غير ما نفتح العين ومن غير ما نشيل القرنية كلها. بنشيل الطبقة المريضة ونحل محلها الطبقة اللي هي سليمة مكان الطبقة المريضة. دي عملية أبسط، بنج موضعي، وبتساعد على تقبل الجسم للقرنية الجديدة أكتر، وفترة النقاهة بتاعت المريض بتبقى أقصر من العمليات اللي قبل. في بقى حاجات جديده اسمها الليزك والفومتو ليزك وال احدث بقى حاجه اللي هو الليزر. في انواع كتير احدث بقى حاجه في انواع في انواع كتير حديثه، ولكن هو الاهم ان هو في انواع ليزر اشهر حاجه الليزك، ولكن هي الليزر في التوظيفات كتير وفي انواع دخل في تصحيح الابصار. الفيمتو ليزر، الفيمتو ليزر يا اما بنستعمله في خطوه معينه من الليزك، يا اما بنستعمله في تكنيك جديد لتصحيح الابصار بينافس الليزر، وده برضو مجال حديث في الجلسات العامه. موضوع الشبكيه ده موضوع مرضى السكر عندهم مضاعفات في الشبكيه بارتشاحات وانزفه. مريض السكر بيعتمد لازم اولا يحافظ على مستوى السكر في الدم، الحاله العامه بتاعته تبقى مظبوطه. ودلوقتي بمضاعفات السكر اللي هي ارتشاحات او انزفه في الشبكيه بنعمل ليزر، علاج للشبكيه بالليزر. وتاني حاجه ان احنا بقينا نحقن ماده حديثه جوه العين علشان تقلل الارتشاحات والانزفه اللي بتحصل، وبتحسن نسبه الرؤيه عند المريض، وحتى للمرضى اللي هم عندهم تحلل او ضمور في مركز الابصار. زمان ما كناش بنقدر نعمل لهم حاجه، دلوقتي بنحقن ماده مخصوصه في العين حديثه جدا بتحسن جدا نسبه الرؤيه. النجاحات في القرنيه زي ايه يا دكتور بقى بالنسبه لها؟ القرنيه اللي هي الظروف اللي هي بيبقى فيها ساعات حروق او جفاف جامد في العين وبتعمل عتمات، فدي بتساعد جدا ان احنا نعمل نزرع خلايا جذعيه جنب القرنيه، بحيث ان هي بتساعد ان الخلايا جديده تبقى تغلف وتغلف القرنيه وتعالج اثار الحروق واثار الجفاف الجامد اللي في العين. نوعية المرضى اللي بيستقبلهم المعهد بقى بالنسبة من المختلفين؟ جميع النوعيات. يعني هل بتقدم لهم الخدمة مجانا، خدمة مثلا على نفقة الدولة، تأمين صحي، خدمة اقتصادية؟ دي بتبقى حاجة حسب وزارة الصحة وحسب المجالس، ولكن هي المعهد البحوث أسعاره اقتصادية جدا، وفي ساعات بيبقى في مرضى بنعمل لهم حاجة اسمها بحث اجتماعي، إن هو بنقدم له خدمة مجانية في بعض الظروف. كلمة بقى تقولها دكتور بالنسبة لنا؟ أقول إن يعني أي حد عينه تتعب لازم يكشف بسرعة. كل ما العيان كشف بسرعة كل ما يتعالج أسرع.